مرحبا بكم مره ثانيه. ودلوقتي خلينا نتابع اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه من مراسلتنا هنا ابو القاسم موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الخير عليك يا هنا، بنصبح عليك انا وكريم وكل دلوقتي متابعي 10 الصبح سامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا نهاوند ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي. خلوني في البداية قبل ما أبدأ فقرة أخبار النادي أهنئ طبعا سيدات كرة السلة، يعني إنجاز جديد بيحققوه بيتوجوا ببطولة منطقة القاهرة، يعني عملوا مباراة كبيرة جدا أمام خصم قوي زي فريق الجزيرة، لكن ربنا كلل مجهودهم الحقيقة وتوجوا بالبطولة. يعني بنتمنى لهم إن شاء الله موسم استثنائي هذا الموسم وكل التوفيق. خلونا بقى دلوقتي نبدأ بأخبار الفرق الرياضية ونبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيستأنف تدريباته بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة، طبعا كان منحها الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني للفريق. تجمع الفريق هيكون في تمام الثالثة عصرا على أن يبدأ المران في تمام الرابعة مساء. خلوني كمان أكلمكم عن البرنامج التدريبي للفريق قبل مواجهة بطل النيجر يوم 16 أكتوبر، يعني النهاردة زي ما قلت هيكون في تدريب، اللاعبين الدوليين هيشاركوا في المران، كمان غدا هيكون في مران للفريق، بعد كده هيتجهوا مباشره للنيجر، يوم 15 اكتوبر هيكون في المران الاخير هيكون على ملعب المباراه، وطبعا المواجهه هتكون يوم 16 اكتوبر، يعني بنتمنى لهم كل التوفيق في بدايه بقى مشوار البطوله رقم 11 الافريقيه للنادي الاهلي ان شاء الله. خلونا بقى دلوقتي نروح للالعاب الاخرى ونبدا بكره اليد. سيدات كره اليد بيحققوا فوز أمس على فريق اتحاد الشرطة بنتيجة 41-14 ضمن منافسات بطولة الدوري، يعني الحقيقة المباراة شهدت تألق كبير جدا من سيدات كرة اليد، بالرغم من أن المباراة على الحقيقة كانت على صالة فريق اتحاد الشرطة، لكن شفنا سيطرة كبيرة جدا من سيدات كرة اليد، يعني قدروا ينهوا الشوط الأول بنتيجة 17-5 والشوط الثاني قدروا يوسعوا فارق الأهداف بنتيجة 41-11، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يكملوا في بطولة الدوري بهذا الأداء. كمان رجال كرة اليد النهاردة هيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب على فترتين، التدريب الأول هيكون تدريب بدني من الساعة 4-5 في صالة الجيم، والتدريب الثاني هيكون تدريبات فنية في الصالة في النادي الأهلي من الساعة 5-6، كل ده طبعا ضمن الاستعدادات لمباريات الدوري، يعني هيكون عندهم مباراة غدا أمام فريق أصحاب الجياد في تمام الرابعة مساء، ويوم الجمعة أيضا هيكون عندهم مباراة أمام فريق الأولمبي في تمام أيضا الرابعة مساء، كل ده ضمن المنافسات الدور الأول من بطولة الدوري، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، هم ماشيين حتى الآن بخطى ثابتة في بطولة الدوري إن شاء الله يستمروا. كمان شباب كرة اليد 2002 قدروا أمس يحققوا فوز على فريق الطيران بنتيجة 30-22، المباراة شهدت تألق كبير جدا من شباب كرة اليد، زي ما قلت قدروا يحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة 30-22 ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط. أخيرا خلونا نروح للعبة الكاراتيه. النهاردة فرق الكاراتيه بالنادي الأهلي شباب وشابات وناشئين وناشئات هيغادروا لطنطا استعدادا للمنافسات النهائية من بطولة دوري الكوميتيه. البطولة هتكون مقامة على استاد طنطا من يوم 18 أكتوبر حتى 21 أكتوبر، يعني طبعا بنتمنى لفرق الكاراتيه بالنادي الأهلي كل التوفيق، وجميع جماهير النادي الأهلي بتشجعكم وبتدعمكم. ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية. خلوني كمان يا نهواندو يا كريمة أقول لكم الأجواء من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الأعضاء بدأت بالفعل التواجد في النادي، درجة الحرارة دلوقتي 28، ويمكن كمان في حالة من النشاط، يعني الأعضاء بدأوا في ممارسة الرياضة بالتحديد رياضة المشي في تراك النادي، يعني الأجواء الحقيقة مليانة بالنشاط والإيجابية. كل الأعضاء اللي حابة تتجه يا ريت تيجي تقدروا تستمتعوا باليوم. يعني دي كانت ابرز الاخبار من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. العوده لكم مره اخرى في الاستوديو. بنشكرك جدا على هذه التغطيه وكمان على نقل الصوره حيه يعني من النادي دلوقتي، وفعلا الفتره دي بيكون فيها كمان كبار السن اكتر فئه بتبقى يعني حريصه ان هي تكون متواجده وتمارس رياضه بصراحه حاجه ناس. يعني بتكسب، بتحس ان يعني بجد ناس كبار سن لكن حريصين على ممارسه الرياضه، فدي حاجه بتشجعنا برده لحد كبير. شكرا ليك يا هنا جدا.